بالنسبة للاوت دور لايتنج او الانارة الخارجية، الزامل بتميز بحاجات كتير في الجزء ده، متميز بيه زي الان جراوند لايتنج اللي هو الانارة الارضية. طبعا الانارة الارضية حاجات انا بركبها كده على الارض بحيث تنور، زي مثلا مسجد عندي بنور تحت على الارض بحيث انور على الجدران او انور الواجهة بتاعت المبنى بتاعي، فهو متميز. طبعا لازم هنا بيبقى الاي بي بتاعي عالي، هنا متميز يعني بدرجة حماية عالية جدا 67 عشان احميه من الامطار والاتربة. في عدسة توجيه للضوء تمام عشان ابدأ اتحكم في التوجيه بتاع الاضاءة بتاعتي تمام، وفي عدسة لخفض التوهج او الجلير، يعمل في درجات الحرارة العالية تصل ل 50 درجة مئوية مفيش مشاكل. الضمان 3 سنين، اقل استهلاك 15% من اللمبات العادية، بستخدمه في الممرات والحدائق الخارجية وإضاءة الواجهات الخاصة بالمباني. طبعا هنا درجة اللون اللي عندي كله هتلاقيه سي تي بتاعه 3000 كلفن اللي هو اللون الأصفر. الاي بي بتاعه دايما عالي 67، السي ار اي 80، البيم انجل عبارة عن 60 درجة وبيبقى ماينس بلس 25% اليومن 80 لومن تمام. الفولتج بيشتغل على 110 و220 30000 ساعة. اللايف سبان الباور في منه 5 وات و10 و20 و30 و40 و50 تمام.